لأنه عمر ما بيتقدم كبير الصفر. بفترض إن الغالبية قادرة إنها تشوف الإشارات، كرسي مكتوب عليها الأب، كرسي الابن الأصغر، كرسي الابن الابن الأكبر، وهون الصحافة. أنا متأكد إنه اليوم في كافة الكنائس اللي بتحتفل بعيد الأب، العظام تدور على الأب، وبشكل خاص عن ما في رأيي أنا من أعمق ما علم، من أعمق ما نطق به الرب يسوع في قصة أو المثل الابن الضال. وهناك أنواع متعددة ومواهب متعددة في الحديث عن الابن الضال، بيعتمد على خلفية الشخص اللي بيحكي، على تجربته، وين بده يركز. هذا التركيز راح يكون على الأب وحنانه وعطفه، هل التركيز بده يكون على معصية الابن، هل التركيز بده يكون على الابن الآخر اللي عنده غيرة وعدم رضا، هل التركيز بده يكون على عادات موجودة في المجتمع إلى آخره. لا، نحن كمستلمون لهذا المثل مباركون بفهمه تركيزا على أن إلهنا هو الأب والأب الحنان. تركيز اليوم الأب راح يكون مع تخمال بهذا الموضوع. ولكن الآن مثل ما بتلاحظوا في أربع ثلاث كراسي زائد شخص صحفي. فأجي في بالي فكرة، وأنا لا أرى أن الأفكار الجيدة تأتي بجهد إنساني وإنما تأتي بإيحاء من الله، فأشكر الله على هذه الفكرة اللي بأمل أنها تنال رضاكم. في علم النفس في شيء اسمها ثيرابي، علاج اسمه جيشتالت ثيرابي، اللي هو تقول يلي أن الإنسان منا أكثر من الأجزاء المجتمعة مع بعضها البعض. يعني أنا أكثر من رئة وقلب وصدر ورجل وأذن وأنف، أنا كل هذه الأشياء وأكثر. والناس اللي بيواجهوا مشاكل بشكل خاص، إدمان كافة أنواعه، اكتئاب، وجد بأنه الثيرابي العلاج هذا إلى الشخص كان حقيقة صادق مع نفسه تصبح طريقة فعالة للعلاج. فهنا الآن في قصة ولد طال بيعيش تجربة صعبة، لكن طريقة العلاج هي ما يلي: أن الشخص لوحده يقوم بعلاج نفسه، وهو الشخص الممثل اللي بده يمثل دور الأب هو الشخص اللي بده يمثل دور الابن الصغير، دور الابن الكبير، وأنا طبعاً بتصرف أضف الصحافة. فلذلك لا يوجد ممثلين سوى واحد، فأنا بدي أمثل الأربع أدوار. كل دور له كلماته وله فهمه، وأذكركم جميعاً بأن ما سيصدر من فمي هو فهمي وليس اقتباس حرفي من الكتاب المقدس، ولكني أميل للقصة بجوهرها، للمثل بجوهرها. يا أبتي تراني في بكرة الشباب أتلهف من أجل العيش الحلو الجميل، ولا هم زملائي وأصدقائي يسافرون ويرحلون ويتنقلون ويشتاقون، وأنا أعيش الحرمان في حقلك التعيس، لا أريد أن أبقى هنا، لا أريد أن أبقى هنا. يا ولدي تعرف أن أحبك، ما جار دينه وما شرابي، you ask to go away but I have an advice for you. This is your family, you form your history. أنصحك
شك يا ولد بأنك في هذا المكان آمن مع الأهل والأصدقاء، أخاك هنا يعمل في الأرض أيضا بحاجة لك ومساعدتك. أتمنى عليك أن تبقى معنا. I wish you stick around to be with us as a family. يا والدي، عندما تقدمت إليك بهذا الاقتراح كنت على دراية إصراري. هذه حياة بائسة في هذا المكان لا أريد على الإطلاق، ومع أنني أتمنى أن يعطيك الله حياة طويلة لا أريد أن أنتظر حتى أنت تموت كي أستلم ميراثي. Father, you know I care about you. I do not want to wait till you die. Will you give me my inheritance, my share? I want it. أريد ميراثي الآن. أريد ميراثي الآن دون تردد، وأنا على يقين بأن حياتي القادمة ستكون حياة سعيدة ورائعة. أريد أن أحقق ذلك. كما تشاهد ولدي، أنت تعلم بأنني منذ البدء أعطيتك حرية الاختيار. لن أقف في طريقك، مع أنني حذرتك وأخبرتك أن الاختيار الآخر لن يروق لك ولن يأتي إليك بسعادة، ولكني أحترم قرارك. I will agree and accept your choice. My heart is sad to see you go, but I did my part. I gave you all the indication that your choice was not to bring you the happiness. وشيء آخر يا ولدي، من أخبرك بأنك مستحق للميراث؟ أنت لا تستحق أي إرث. ما ستأخذه مني هو محبة، هدية محبة غير مشروطة. You are not entitled to receive from me. You are not worthy of me to give to you. I give you only because I love you. يا والدي، أخبرتك منذ البدء بأن أخي الأصغر أخ مشكلتي، يريد البحث عن مباهج الحياة ويريد الإفلات من التزامات الحقل، وأما أنا هنا العبد للأرض، أليس لزاما علي أن يبقى هنا يساعدني؟ لماذا ستسمح؟ سيدي وسادتي، لكم الخبر التالي من محطة الخبر الصادق. تأتي الأخبار بيقين أن البلد المجاور يعيش أحوالا كارثية، فيضانات ومجاعات أضف إليها الحروب. Ladies and gentlemen, the news comes from a neighboring country where famine has become prevalent, floods and problems. Add to that civil war. والأخبار غير مشجعة على الإطلاق. وهناك خبر يقول بأن ابن الأب المثالي في بلدنا قد ترك أرضه، ويقال بأنه هناك في تلك البلاد. أخي، لو سمعت نصيحة والدي، ها أنا أرى نفسي تنهار. جربت
الشيطان. ملأت الكأس بالسم من أجل التجربة، وها أنا أعيش حياة الضلال وحياة الألم وحياة العوز. لا أجد لنفسي مكانا، لا يوجد من يحييني، لا يوجد لي حتى لقمة عيش. وأصبحت بالتالي ضائع تائه بشرر. I know I made a big mistake. I took my father's inheritance from my dad and I ended up wasting it. And what I thought was to be glamorous ended up being disastrous. I made the wrong choice. أنا حزين جدا. وأكثر من ذلك لا أدري إلى أين الاتجاه. أنا الآب الحنون أدرك تماما أن ولدي سيعود. قلت لك يا والدي منذ البدء أن أخي الصغير لم يتخذ بنفسه مسلكا صالحا. I told you that from the beginning and now I look at you live in Greece. He is lost somewhere. أنا أدرك يا والدي بأن قلبك قد انكسر وأخي لن يعود. Station newscast, the good news. شوهد الابن الذي ضاع وقيل بأنه تائه. شوهد عائدا إلى بلده. رأوه المرة. وهناك أخبار تفيد بأنه عائد إلى والده لأنه لم يجد هناك حياة بديلة أفضل. يا أبتي أنا أخطأت إليك، أخطأت إليك وأدرك تماما بالثمن الذي دفعته، وأنا أدرك بأنني لست مستحقا أن أستلم منك أي معاوضة، ولكن عاملني كما تعامل الخدام والعمال في أرضك الواسعة كي تفيدني وأجد لنفسي مكانا في مساء أضع رأسي بسلام. يا والدي سامحني، سامحني يا والدي لأنني بحقك أخطأت. أراك يا والدي بأنك بابتسامة رائعة. يعود الابن الصغير الذي كسر قلبك، يعود الآن إلى الديار وقد أثبت بأنه حقا إنسان ضال. وأنت مبتهج؟ لماذا؟ ألست أنا المستحق الأول والأخير في أن أعرف كل شيء؟ يا ولدي أنت تعلم بأنك الوارث الحقيقي، ولكن تأمل في وجهي، تأمل في وجهي أنا الأب، انظر إلى وجهي وإفراحتي من الداخل. شيئان يا ولدي، الأول سمحت لأخاك بالاختيار فاختار ما شاء،
والثاني لم أثبت على الإطلاق أبداً أي رحلة انتظار، لم أفقد الأمل بأنهم سيعود. أخاك كان تائهاً والآن وجد. يا أبتي أقول من جديد أنا لست مستحقاً، ولكني أدرك لأن قلبك العظيم الكبير محب وغفور. سامحني. زي ما قلنا الأخ إبراهيم في السكتش الأول، إحنا النهاردة بنتكلم عن الأب السماوي. احنا طبعا كلنا عارفين القصة بتاعة الابن الضال، كلنا فاهمينها وكلنا عارفين ايه القصة بالذات، لكن انا هحكيها باختصار. ان هو الابن الصغير جاي يقول لابوه انا عايزك تديني ميراثي وامشي. فطبعا عارفين الميراث كان في العهد القديم ان الابن الكبير ياخد الضعف وبعد كده ياخد الايه الباقي يتقسم. فكان هو المفروض ان هو ياخد التلت بتاع الثروه بتاعه ابوه. فقال له اديني الميراث بتاعي وسيبني امشي. ففعلا الاب راح يديله الميراث بتاعه وساب يمشي. بعد كده طبعا لان هو عايز يتحرر من سلطان الاب عليه، فعمل اشياء رهيبه جدا. بيقول ان هو مع ان احنا عارفين هذا الاب طيب وهذا الاب حامي، ولكن بيقول سافر الى قرى بعيده وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى فابتدا يحتال. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك القرى فارسله الى حقوله ليرعى خنازير. شوفوا من المركز الكبير اللي كان عند ابوه بقى دلوقتي رايح عشان ايه؟ يرعى خنازير. بعد كده جه في دماغه بيقول لك طيب انا دلوقتي انا عايش بالمنظر ده مش قادر اكل، لانه حد كان بيشتهي الاكل بتاع الخنازير وصل بيه هذه الحاله. وكانت الحاله زي يعني ما تقول ايه من سيء الى اسوء. فقال طيب انا اشوف اذا كان ابويا يقبلني حتى لو خدام عنده. فقال كده رجع على نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن عد عليك ابنا، اجعلني كأحد أبراك. المفاجأة العظيمة أحبائي إن وهو راجع لأبوه كان الأب مستنيه من بعيد. بيقول لك فلما رآه لم يزل بعيدا، يعني كان في مسافه بعيده بينهم، تحنن وركض. عامه على فكره ان الاب عشان كان ليه كرامه كبيره جدا في العهد القديم الاب ما يجريش على الابن. بيقول الاب يعني ركض يعني جري على ابنه ووقع على عنقه وقبله. فقال الابن يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان عد عليك ابنا، عايز يكمل لسه بل اجعلني كاحد الجراء. قال له بس كفايه كده. بيقول الاب اخرج الحله الاولى البسوه اجعله خاتما في يديه وحذاء في رجليه. على فكره كان العبيد زمان ما يلبسوش احذيه، فاداله حذاء علشان يقول له لا انت مش جاي تشتغل عبد عندي، ده الحله بتاعتك وانا اجعل الخاتم بتاع السلطان بتاعي، وكمان ان هنجيب العجل المسمى وهنذبحه وهنفرح كلنا. لما جيت عند الاخ الاكبر جه من بره لقى احتفال وزغاريت ودوشه وحاجات زي كده، بيقول ايه اللي بيحصل؟ فقال له ده ابنك ده اخوك رجع وابوك قبل، يعمل ايه؟ ما رضاش يدخل الحفل. قال انا مش داخل ده ظلم.
ازاي يعمل فيه ده كله ومع ذلك يقبله؟ فطبعا الاب برضه لازال الاب الحنون، مفروض ان هو اهان الاب انه ما يحضرش الحفله اللي عملها الاب، مش كده؟ لكن بيقول خرج ابوه يطلب اليه. شوفوا ابوه كان مستني التاني، ولما برضه الابن الاكبر اخطا واهان ابوه جه هو اللي طلبه. فاجاب وقال لابيه انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك وجديا لم تعطيني قتل افرح مع اصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له يا ابني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. القصه احبائي عايز اتكلم فيها كذا نقطه لازم نركز فيها عشان نعرف حقائق الهيه عظيمه. اولا عايز اقول لكم ان الابن الاصغر والابن الاكبر الاثنين ما كانوش بيحبوا الاب، الاثنين ما كانوش بيحبوا الاب. واحد عايز يقول له انا عايز خيرك بس اعيش من غيرك، انا عايز خيرك بس مش عايز غيرك، اديني بس الخير بتاعي وانا امشي زي ما انا عايز اعمل. والتاني الاب الابن اللي عايش مع ابوه برضه ما كانش بيحبه. عارفين ليه يا احبائي؟ لان هو كان عنده عاش ابوه المحب لكن قلبه كان لازال مليان كره وادانه. يعني انت ما شفتش اخوك بقالك سنين، طب حتى بص على اخوك، ادخل حتى سلم على اخوك، مش كده ولا لا؟ ما رضاش يدخل. ومع انه قعد مع الاب الفتره دي كلها لكنه يتشكل لم يكن له قلب الاب. ففي الحقيقه انه ما كانش ايضا بيحب الاب. فالاثنين ما كانوش بيحبوا ابوه. ده مثل احبائي للبشريه الساقطه، ان ممكن يكون البشريه في اقذر الانواع في الخطايا والزنا والاسراف وده كله، ممكن يكون برضو جزء منهم متدين، لكن اللي حصل مع الخطيه ان الاثنين كل البشر ما بقوش يحبوا الرب، مع ان الله محبه ومع انه لا يشبع الا بالحب والا بعلاقه الحب بينه وبين اولاده، لانه هو خلقنا لكي يحبنا. لكن الشيء الذي فقد من الناس ان الناس بعد السقوط ما بتحبش الرب. خلي بالكم دي حقيقه يعني رهيبه جدا حينما نكتشفها. الانسان اللي بيجي للرب ما بيجيش نتيجه انه احبه، بيجي نتيجه احتياج، لان الخطيه لما ملكت على الكل اصبح الانسان ما عندوش قلب ناحيه الرب، ما بيحبوش. ابعد عنا ومعرفتك تقوم بعرفه طرقك لا مسار. احنا عايزين كل واحد يعيش زي ما هو عايز. الابن الاصغر قال انا عايز اعيش زي ما انا عايز، عايز اتمتع، هي حياه واحده، ما اعرفش ايه اللي هيجرى بعد كده. والابن الاكبر مع انه ده النوع المتدين، وهو الرب كان بيكلم الناس الكتبه والفريسيين والناس المتدينين في هذا الامر، ده عايشين عشان وصايا ويتبعوا وصايا، لكن كان يفتقدوا الحب الحقيقي. فأول حاجة أحبائي إن إحنا حينما سقطنا إن الإنسان فقد محبته للرب. ولذلك أحبائي حينما نستعجب إن ليه البشرية بتمر بظروف وألام وأشياء كثيرة، فالحقيقة أنا بعتبر أن هذه رحمة من الرب، لأن لولا الإنسان ما بيتعرض لهذه الأشياء ما بيشعرش باحتياجه للرب. يعني بيقول في مزمور 90:10 المزمور اللي كتبه موسى، بيقول أيام حياتنا 70 ومع القوة 80 أفخرها تعب وبليه. أفخرها يعني أحسن اللي فيها تعب وبليه. ليه الناس بتقولك ليه الرب يسمح بالانسان ان هو
دايما متعذب وفي مشاكل وفي ألام وفي لولا ان هذا الابن الضال مشي في هذا الطريق وفقد كل شيء، فقد فلوسه وفقد سعادته وفقد اصدقائه وفقد كل شيء هو كان معتمد عليه، لولا ان هو فقد كل شيء ما كانش رجع لأبوه السماء. ولذلك الانسان ما بيرجعش يا رب لانه بيحب الرب. لازم نعرف هذا، ان احنا ما نقدرش نحب الرب من انفسنا، لكن احنا بنرجع لاننا محتاجين اليه. ولكن حينما نرجع ونحن محتاجين اليه ونقبل حبه، حينئذ نستطيع ان نحبه بقوه حبه. عشان كده بيقول نحن نحبه، يوحنا في رساله يوحنا الاولى نحبه لانه احبنا ايه اولا. احنا حبتنا ليه ديت رد فعل ايه لمحبته، لكن مفيش انسان الا في داخله عدم محبه للرب. ولذلك اي شيء بيحصل مش كويس الانسان بيلوم مين؟ بيلوم الرب. واي شيء بيحصل كويس ولا ده مجهودي انا، عشان ما هو غير ما عندهمش الحاجات دي. فالانسان في داخله عدم محبه للرب بسبب الخطيه. لكن احنا النهارده بنصلي بنقول يا رب فعلا احنا بنعلن احتياجنا ليك، لان الخاطي محتاج انه يعرف انه محتاج للرب. والانسان اللي قبل الرب يسوع واصبح ابن للرب بيعرف انه هو باستمرار محتاج لقوه الروح القدس حتى يستمر في نار العلاقه مع الرب ويستمر في حب للرب. لولا هذه القوه بيقول لكثره الاثم تبرد محبه الكثيرين. لولا هذه القوه هتلاقي ان محبتنا تبرد، حتى لو كانت المحبه بسبب ان احنا قبلنا الرب يسوع كانت موجوده، لكن لابد كل يوم نعلم. مش لازم نمر في ظروف صعبه، لكن لازم كل يوم نقول يا رب احنا محتاجين اليك، وانت بك نحيا ونتحرك ونوجد. فنقول يا رب احنا محتاجين لهذه القوه الالهيه، بدون هذه القوه لن نستطيع ان نحبك، ومن غير ما نحب الرب لا هنقدر ننتصر على الخطيه ولا نقدر نستمر في حياتنا مع الرب لحظه واحده. لانه قوه الحب الالهي هي المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج. قوه الحب الالهي هي اللي بتخليني اكره الخطيه. من غير محب الرب، من غير ما اقبل محبه الرب، انا لا استطيع ان استمر في حياتي مع الرب. الانسان بياتي للرب بسبب الاحتياج مش بسبب اللي بيحبه. لا الابن الكبير حب الرب ولا الابن الصغير حب الرب. لكن نشكر الرب ان معانا الاثنين مش بيحبوه، لكن لا بطل يحب الابن الكبير ولا الابن الصغير. كان الابن الصغير الضال مستنيه باستمرار، اكيد كل يوم بيطلع عشان يقول لك انا مستني النهارده، منتظره فاتح احضانه مجرد ما شافه جري عليه وقع على عنقه، على عنقه يعني، وقبله يعني بيقبله وعارف عينيه في يوم من الايام. والتاني حتى المتدين ده ما قالش ده متدين، ده ما تمرش فيه وما تعلمش مني ولا كله، لا، لما شافه زعلان راح له برضه. مع ان احنا مش بنحب الرب، لكن الرب ما بطلش يحبنا. مين يقول له يا رب نشكرك لاجل محبتك؟ انا بقول له يا رب لولا محبتك انا كنت اعمل ايه؟ لان في طبيعتي انا ما اقدرش احبك، لكن انا لما بقبل هذه المحبه الالهيه اقدر احبك. الانسان احبائي لا يمكن ابدا ان هو يكون مقتنع انه محتاج للرب ان ما كانش الاشياء اللي هو قبله فيها بتفقد من امامه. وعلشان كده في ناس بتقول لك الله ليه الرب ما يديش رساله واضحه لكل انسان حتى كده يدفع الانسان ياتي اليه. عايز اقول لكم كل الانسان دائما غير سعيد وغير راضي، وكل الانسان بيمر باستمرار في اشياء وعوائق، وكل ما بيعمل حاجه كل ما
يعني حاجة عشان يسعد بها نفسه ما بيقدرش يسعد بها نفسه. هذا دليل ان الرب موجود. هذا دليل ان الرب موجود. عشان دي رسالة تقول بشوف انت عملت كل حاجة لكن برضو مش مبسوط. ليه؟ لان في انت سعادتك مني انا. انت خرجت من بيتي. احنا كنا في بيت الاب. كنا في جنة عدن. انت خرجت من البيت بتاعي. وانا حطيت فيك روحي. هتفضل تعبان. هتفضل تعبان حتى لو مليت الدنيا كلها وخدتها في حضنك تفضل تعبان برضو. لغاية لما انا ادخل قلبك وادخل حياتك ويرجع لحب تاني من زي زمان. احبائي النهاردة عايزين نقول له رب فعلا نشكرك على كل شيء بنمر فيه حتى لو صعب. لان هذا بيخليني بقرب لك اكتر. بيخليني اعلم احتياجي ليك. عايز اقول لكم مفيش انسان في هذه الارض يقدر يقول هذه الكلمة يقول لك انا عمري ما مريت بظرف وحش. مفيش انسان يقدر يقول كده. مفيش حتى يقدر يقول دلوقتي انا في حاجات مضايقاني او مش مضايقاني. في كل واحد عنده ضيقات وعنده مشاكل. لكن عايزين نعرف ان دي رحمة الرب. ان علشان الانسان بياتي بيعمل احتياجه دائما لابوه السماوي. لكن اوعى يكون عندك احتياج لابوك السماوي وتروح تاخد احتياجك بتاعك بره. لان ايه بيقول لك تركوني انا ينبوع المياه الحيه وحفروا لانفسهم ابارا مشققه لا تضبط ماء. انت محتاج للميه. تعالى ارتدي. امين. يبقى اول حقيقه ان الانسان لا يستطيع ان يحب رب نفسه. لا يستطيع. فالناس يقول لك انا من صغري وانا بحب ربنا. انا متعود كده انا بحب ربنا. لا انت ما تقدرش تعمل كده لنفسك. ما كنتش تجيله وتاخده ويملى حياتك انت مش تعرف تحبه. نحبه لانه احبنا اولا. الحقيقه الثانيه احبائي من هذه القصه برضه ان الرب لا يعطي انسان شيء بسبب استحقاق هذا الانسان ليه. يعني بص خلي بالكم من الكلمه اللي بيقولها له الابن الاكبر. بيقول له ايه؟ بيقول له انا معاك بخدمك السنين دي كلها. بخدمك. مع ان هو كان عنده ايه؟ عاد ده ميراثه مش كده؟ الحاجه المفروض بتاعته هو. وما لما حد يكون بيحب حد ما بيقولوش انا عملت عشانك يا اخي. ليه؟ لانه من كتر ما هو بيحبه هو بيعملها بحب مش كده ولا ايه؟ ما كانش بيحبه. فعشان كده بيقول له انا بقالي سنين كتيره بخدمك لكن ما ادتنيش يعني جدي ولا بيقول ايه؟ انت تعطيني يعني اذبح جدي علشان افرح مع اصدقائي. الراجل ده ما كانش فرحان. كان فاكر برضه بص الابن الصغير كان فاكر انه فرح مع الاصدقاء بره مش كده؟ وبرضه الابن الكبير كان فاكر ان فرحه انه يفرح بعيد عن ابوه برضه مع اصدقائه. بيقول له ما تدنيش جدي افرح بيه مع اصدقائي مع انني خدمتك ده كله. فالجواب بتاع الاب السماوي بيقول له طب ما هو كل ما هو لي هو لا يعني ايه؟ قول لي هبت يدي لك جدي 2 10 تطلبت انا ما ادتلكش؟ لا اقول انا عايزها تطلع منك انت. تقول لي انت كويس انت حلو وانت خدمتني خد الجد يا عم ده وروح افرح مع اصدقائك. انا عايز تيجي منك انت مش انت يعني مش انا اللي اقول لك. عارف ليه؟ لان اقول لك انا عايزك تديني الحاجه على اساس ان انا مستحقها. عشان كده هذا الانسان ما خدش حاجه. ليه؟ لان اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. اسال وخذ لانك انت مش بتسال على اساس استحقاقك انت لكن على اساس محبه يسوع ودم يسوع الذي اعطى لك القبول امام الله. فالرب مش بيدي حاجه على اساس الاستحقاق. هذا الانسان عايز اقول لكم لو القصه دي اتقالت قدام الفريسيين بتاعت الرب الابن الضال حلو ده ايه الظلم ده؟ ايه ده؟ ده برضه ده كلام واحد عقله يتقال. واحد ضيع فلوسه ياخده بالحضن والتاني ده كلام ما يتقالش. بس لو راح قدام واحده خاطيه قال هذا الكلام قدام حد واحده خاطيه ولا ناس من العشرين والزواج يقول لك يا
أنا لسه عندي أمل، إذا كان في أمل في الابن الضريب أنا عندي أمل. المهم مين اللي بيسمع القصة دي؟ وهما بيسمعوا هذه القصة أحبائي، إن الأب إدى ابنه الصغير ده شيء لا يستحق إطلاقه. أولاً هو ما يستحقش الميراث، زي ما كان بيقول الأخ إبراهيم، ما يستحقش الميراث. وحتى يعني اللي هو اللي بيديهوله ده فقط لمحبة الأب ليه، ما يستحقش نظرة، ما ادلوش حتى نظرة عتاب. طب ليه؟ هل الرب كان راضي عن الطريقة دي؟ الرب عايز يقول له بص، مجرد ما انت جيت انا عايز خلاص تنسى اللي فات، مفيش وقت، مفيش وقت، انا عايزك تنسى اللي فات، انا عايزك تبدأ معايا عهد جديد. انت ابني، خاتم بتاعه، عمرك ما هتبقى عبد. قال الحذاء بتاعك عشان تلبسه، انت خلاص بقيت ابني دلوقتي. انت كنت ميت وبقيت عايش، انت حيد. ولذلك اذا كان هذا الابن الذي لا يستحق اي شيء بياخذ كل هذه البركات، يبقى انا بصراحه عندي امل فيه بقى، وفي امل فيك انك انت تطلب من الرب. اطلب من الرب قوه بالروح القدس، اطلب من الرب قوه بيها تنتصر على كل مصاعب في حياتك. اطلب من الرب وكانك قديس ارضيته بالكامل. ليه؟ لان الارضاه الكامل هو الرب يسوع ساكن فيك. ولذلك انت بتطلب على حساب دم يسوع وعلى استحقاق يسوع وعلشان المحبه الالهيه، فانت لا تستحق. لكن النهارده عايز اقول لك اطلب، اطلب كتير، اطلب حياه الانتصار، اطلب انك انت تمشي على منتفعاتك، الحاجات اللي انت العوائق اللي قدامك ديت، اطلب بقوه الروح القدس تتأيد بقوه في الانسان الباطن، بقوه الروح القدس علشان فعلا تقول انا هنتصر على كل شيء امامي باسم الرب يسوع. فلذلك النهارده انا عايزك تطلب كثير جدا، لانك حينما تطلب انت لا تطلب بسبب استحقاق، لكن على حساب المحبه الالهيه. لو واحد مننا بيطلب حاجه ويقول يا رب اديني الحاجه دي، انا ما عملتش حاجه وحشه، ده انا رب عملت يعني كده وكده، عايز اقول لك هذا الطلب ليس له معنى، لاننا كلنا اسقطنا. مفيش كان حد بيحب الرب. الابن اللي قعد في حضن ابوه، الابن الكبير اللي قعد في حضن ابوه السنين دي كلها، ما قدرش يحب الرب. فانت لا تستحق شيء وانا لا استحق شيء، لكن نشكر الرب ان هذا لا يمنع ان احنا ناخذ كل شيء. امين. انا ما استحقش حاجه، لكن في المسيح ممكن اخذ كل حاجه. ولذلك اوعى النهارده، عشان كده انا مش بتكلم عن الناس اللي ما جاتش للرب، انا بتكلم عن الناس المؤمنين كمان الحقيقيين اللي هم بيطلبوا من الرب اشياء على اساس ان هم مستحقينها، بيجد ان هم مش بيلقوا هذه الاشياء، بيصدموا احيانا في الرب، يقول لك يا رب انا انسان ذكي، انا انسان كويس، انا استاهل احسن من كده بكتير جدا. الرب يقول لك لو على اساس الذكاء وعلى اساس الاستحقاق بتاعك وعلى اساس انك انت انسان كويس وما بتعملش حاجه وحشه، مش هتاخد حاجه، لان قلبك نتن من جوه ما فيهوش محبه. وانا عارف، فاحص القلوب واختبر الكلام، انا عارف ايه اللي جواك، لكن ده ما يمنعش انك تطلب مني. امين. مين يقول له رب انا هطلب منك كتير النهارده على اساس دم يسوع؟ امين. كل ما تطلب هتاخد على حساب دم يسوع. احبائي، ايضا عايز اقول لكم على حاجه ايضا في هذه القصه بنكتشفها. احنا قلنا الاثنين ما بيحبوش الرب، الانسان ما بيقدرش يحب الرب بنفسه، وطبيعه الرب انه بيدي الانسان الشيء ليس بسبب استحقاق الانسان، ولكن بسبب المحبه الالهيه. لكن انا عايز ايضا اقول احبائي ان الفرح الحقيقي الذي الرب معده هو في محضر الرب. لو عايز تفرح
فرح حقيقي. انا مش بقول الكلام دوت وعظ ولا كلام نظري، انا بقول لك فعلا تستطيع ان تختبر هذا الكلام في هذه اللحظه. بسبب ان الابن الصغير ما كانش بيحب ابوه، فبيقول له انا عايز اخد نصيبي بعيد عنك وافرح. والراجل اللي هو عايش مع ابوه طول العمر بيقول له ليه ما تبقيش جدي عشان اخده مع اذبحه كده مع اصدقائي وافرح. لكن محدش يعرف ان الفرح الحقيقي هو ان يعيش في حضن الاب السماوي. الانسان اللي بيحب الرب وابتدى فعلا يحب الرب لانه اخذ الرب يسوع في قلبه، عايز اقول لك كل شيء في هذه الحياه بيقول لك تمتع، تمتع بالشجر، تمتع بكل شيء، لكن ما كانش يكون في اساس ان اساس فرحك ان يكون علاقتك الشخصيه بالرب وانك انت تتلذذ بحب الاله اللي بيحبك، انت مش تعرف تفرح ابدا ولا هتدوق طعم الفرح. انا بالذات طبعا انتوا عارفين عن اختباري ان انا قبل ما اعرف الرب كنت متدين، لكن ما كانش فيه في حياتي فرح مع الرب ابدا، كنت بخاف جدا من الرب، كنت بترعب منه، خاف لو اديني مهمل في اي وقت، لان انا كنت عارف نفسي حتى لو قدام الناس مش بعمل خطايا ظاهره، لكن انا عارف ان انا ممكن، انا ما اعرفش ما اضمنش الرب ممكن يعمل فيا ايه. ما كانش فيه فرح، ما كانش فيه امان. لكن ما اختبرتش الفرح الحقيقي الا حينما دخلت في عمق العلاقه مع الرب. ولذلك اذا كنت عايز تفرح تعال وتمتع بمحبه الرب، اقعد قدام الرب وقول له اشكرك لانك بتحبني بلا استحقاق، واشكرك لانك تديني بركاتك بلا استحقاق. افرح بالرب، وعلى قد ما تفرح بالرب على قد ما يكون انتصارك في هذه الحياه. ما تدورش على الفرح بره، الفرح بينك وبينه لحظه نظر لابوك السماوي. بس على اساس هذا الشيء انك انت لا تستحق، لكن هو بيحبك. بص لمحبته. انا حينما انظر الى هذه المحبه الالهيه احيانا بشعر ان القلب بيبكي من جوه، متاثر، بيحبني. بيحبني على ايه؟ انا زي الابن الضال، انا ممكن اكون زيك، زي الابن الكبير برضه متدين بس مفيش محبه. بيحبني على ايه ده؟ لكن علشان هذه المحبه الالهيه بلا استحقاق احس ان قلبي بيبكي من جوه. تستطيع اليوم ان تمتلئ بالفرح الالهي. عشان كده بيقول ذلك وان لم كنتم، وان كنتم الان لا ترونه في رساله بطرس الاولى صح الاول، لكنكم تحبونه فتفرحون بفرح لا ينطق به ومجيد. كنت انت مش شايفه بعينين لكن شايفه بعينين القلب، فتبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. مين يقول يا رب النهارده انا عايز افرح فيه؟ انا عايز افرح بيه. ما طالما العمليه مش عايزه استحقاق بقى، انا ادخل بقى واخد واطلب وافرح، لاني انا على حساب دم يسوع المسيح باخد كل شيء. اخر حاجه عايز اختم بيها النهارده، عايز اقول لكم ان في هذه الايام اللي بتبرد محبه الكثيرين وفعلا المحبه ما بقتش موجوده، عايزين كده نقول يا رب ادينا ثوره محبه. عايزين نحبك، عايزين نحب بعض، وعايزين نحب الاخرين. لان الرب مش هيستخدم ناس هم ناس فقط عايزين يدينوا ناس تانية او فاكرين نفسهم احسن من التانيين زي الابن الضال، لكن عايز يستخدم ناس بيحبوا الناس التانية وعارفين انهم مش احسن منهم. ولذلك اذا كان في هذه الايام وانت عايز الرب يستخدمك، مش مهم سنك، مش مهم امكانياتك، لكن مهم يكون قلبك مليان بالمحبه الالهيه. لما يكون قلبك مليان بهذا الحب الالهي هتقدر تخدم الناس الثانيه، لكن قلبك مليان بالادانه والغضب ودائما تقول انا مستحق احسن منهم، هم عايشين حياه احسن مني، وعمال تقارن نفسك ده، طول ما انت في هذا الامر ان مش ممكن الرب يستخدمك مع حد ابدا. الرب عايز قلب يسوع المحب، قلب الاب المحب يملا قلوب اولاد الرب.
لما يملأ قلوبهم يستطيع الرب أن يستخدمهم، لأن الله محبة. ولذلك أقول يا رب أنا عايزك تملأني محبة للآخرين أيضاً. أنا عايز أفرح بيك وعايز أمجدك وعايز أعيش في حبك، لكن في نفس الوقت أنا عايز أحب الناس برضه يا رب. لو كان عندك محبة حقيقية الرب هيطلع فيك موانئ أنت ما كنتش أبداً تتخيلها. لكن لو كان عندك مواهب الدنيا كلها لكن ما عندكش محبة، كان حاسب يطن أو صن بنيان رنان بس لكن مش عارف تطلع منها. ولو رب حبيبتي فيك وأيضا اجعلني فعلا يا رب يا قدوس أني أنا أحب الناس، أحب إخوتي في الكنيسة، أحب الناس اللي برا، عايز أخدمهم لأنهم فعلا دي البشرية الساقطة المحتاجة للرب، سواء المتدينين أو غير المتدينين. اديني قلبك اللي هما بيستناش اي شيء، لكن فعلا يا رب قلبك اللي بيجري على الناس وبيحبها برغم رفضهم ليك. انا عايز احب هؤلاء الناس وعايز اغفر باسم الرب يسوع المسيح فيكون لك علاقه حقيقيه مع الرب. امين احبائي، عرفت هذا المثل العظيم؟ عرفت محبه الاب الالهي؟ عيش بقى في هذه المحبه الالهيه، عيش فيها، روح وحب للذين. ولا انا هطلع من الاجتماع النهارده مش هقول يا انا صليت كتير قوي النهارده في الاجتماع اريح بقى شويه، اروح اقول له انا عايز احبك اكتر. ركز في محبه الاب الالهي، ركز في هذه الشعور الالهي من ناحيتك، هتجد ان حياتك تتغير. امين. تعال نحن نرسل في صلاه نقول يا رب نشكرك من اجل محبتك وانت تنفذ فينا الكلام في هذه الليله باسم الرب يسوع. هاليلويا. ولا رب اشكرك، نفسي كده نقعد دقيقتين كده نصلي. قول يا رب اشكرك على كل الم وكل شيء مرني في حياتي، لان لو لم كنتش اشعر بالاحتياج ليك مفيش حد بيجي يا احبائي الا محتاج، محتاج نفسيا، محتاج لنجاه، محتاج الرب بيسمح بهذه الاشياء علشان يقول لنا انتم محتاجين الي. قول يا رب اشكرك لاني انا جيت لك، واشكرك لانك انت فعلا جبتني ليك، وما كنت جيتش للرب لسه. قول يا رب انا محتاج لك الليله، انا عايز اتجسد بدم يسوع، انا عايز امتلئ بقوه روحك، عايز امتلئ بحبك. قول يا رب اشكرك من اجل كل الظروف اللي مريت بيها، لان هذه الحياه بيقول عنها موسى 70 مع القوه 80 أبقر التعب ولي على الخاطئ وعلى المؤمن. لكن أنت رب يا قدوس أشكرك لأنك أنت عن طريق هذه الألمات شعرتني بالاحتياج إليك، وأنا أشكرك على هذا. قول يا رب يا قدوس أنا ما أقدرش أحبك من نفسي، لكن إملاني بقوة الروح القدس فأحبك وأقول فعلا أحبك يا رب وقوتي. ولا رب انا لا استطيع ان انا اكمل في هذه الحياه بدون ان امتلئ بهذه المحبه الالهيه كل يوم باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح عايز امتلئ بهذه المحبه الالهيه في كل يوم. يا رب انا عايز اطلب منك كتير قوي النهارده، انا عايز قرار كده ناخده كلنا نقول يا رب عايزين نطلب منك كتير، نطلب منك انتصارات، نطلب منك تدخل في حياتنا. انت تعرف المشكله اللي الرب سمح لك بيها ديت هو عايز يتدخل فيها بقوه ومعجزه، لكن قول له وانت عارف انك مش مستحق، لكن على حساب دم يسوع انه هو فعلا هيتمجد بقوه. اللي بيتكلم هو عارف انه مستحق، هذا الكلام لا حتى لا ليس له شيء من المنطق ولا يستطيع الرب ان يسمعه، لأن هذا كلام كذب. لكن فعلا عايز يجي وعايز ياخد على أساس استحقاق دم يسوع، الرب هيديله بلا كيل، لأنه بلا ليس لأنه بلا كيل يعطي الله الروح، أو ليس بكيل يعطي الله الروح باسم الرب يسوع. إذا كنا عايزين نمتلئ بهذه المحبة اللي هي وعايزين نطلب منه، تعالوا كده نقف كلنا بنفس واحدة نرفع ايدينا لفوق، نرى املأنا بهذه المحبة الإلهية.
ومن هنا ورايح مش هتكسب ابدا ان انا اطلب منك، لان على احساس دم يسوع وعلى استحقاق دم يسوع. انت ابويا السماء ومحبتك غير عاديه، ومهما كانت الحاله اللي انا فيها انا فيها امل بسبب هذا الحب. هذا الانسان القذر، الابن الاصغر اللي ابتلى بالخنازير وبالنجاسات وبالزنا وبالصرف، يعني اقذر انواع الخطيه، جاء الى الرب وهو حتى جسديا رائحته نتنه، لكن جري عليه وقبله ابوه الاله السماوي. لذلك رب انا هقول لك املاني بقوه روحك، انا جاي لك مع كل اللي فيا واقول لك انا بطلب منك قوه، بطلب منك انتصار، بطلب منك معونه، بطلب منك تدخل في كل شيء في حياتي، كل شيء على حساب دم يسوع وعلى استحقاق يسوع وليس على اساس نفسي باسم الرب يسوع. صلي بكل قلبك دقيقتين كده وقول له اشكرك على اللي مريت بيه، اشكرك على كل الم وحتى اللي بمر بيه حاليا لانه بيشعرني بالاحتياج اليه. اليوم يا رب، اليوم انا بعلن احتياجي ليه، وبقول لك يا رب يا قدوس انا بطلب منك. عمق طلبك جدا، رفعه الى فوق. لانك انت مش بتسال انسان، انت بتسال ابوك السماوي اللي عنده سلطان على كل شيء. اساله تعطه، اطلبه تجده، اقرعه ويفتح لك باسم الرب يسوع المسيح. يا بنا السلام، نشكرك من أجل محبتك، نشكرك من أجل نورك وخلاصك، نشكرك من أجل هذه المحبة. أنا وإخواتي بنفس واحد يا رب نقول لك إحنا جايين النهاردة نمتلئ بهذه المحبة الإلهية، جايين النهاردة يا رب القدوس عشان نمتلئ بقوتك وبسلامك وبفرحك، نمتلئ فعلا بفرح الحقيقي يا رب، الفرح في محضرك باسم الرب يسوع المسيح. أنا بقول لك يا رب إملانا بقوة وبلاد محبه ليك والاخرين، واحنا فعلا بنطلب منك بلا استحقاق في انفسنا، لكن على اساس دم يسوع عشان تعمل في حياتنا. تعالى تدخل في بيوتنا بقوه باسم الرب يسوع المسيح الان. اطلب رب يتدخل في بيتك الان باسم يسوع. قول رب تدخل في صحتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى وتدخل في اولادي، في حياه اولادي او احفادي باسم الرب يسوع المسيح. تعالى رب يا قدوس ادخل في علاقتي مع زوجي او زوجتي باسم الرب يسوع المسيح. انا عايزك يا رب تتدخل في شغلي، تتدخل في كل شيء. انا اثق يا رب فعلا انك تملاني بقوه روحك وتخليني احبك واستخدم كل شيء بتكوني لمجدك، لان فعلا يا ربي بقيت بحبك محبه حقيقيه باسم الرب يسوع المسيح. ارفع ايديك كده واسال تدخل من الرب في كل حياتك، في جسدك، في صحتك، في اسرتك، في عملك، في كل شيء، عشان يبقى الكل رب الكامل، عشان تبقى انت ليه وتتمتع بهذه المحبه الالهيه. يا رب اشكرك يا رب من كل نفس يا رب، قبل ما ترفع ايديها لكن رفعت قلبها اليك يا رب. انت اللي تعرف يا رب يا قدوس، اسمع واستجب يا رب. اعطي يا رب بقوه على استحقاق دم يسوع، اعطي قوه غير عاديه يا رب، اعمل معجزات بينا على حساب دم يسوع. ورينا ايدك الطاهره والسخية والبنية على أساس دم يسوع وعلى استحقاق هذه المحبة الإلهية. أعطينا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا على حساب دم يسوع. قوة روحنا القدوس يا رب املانا بهذه المحبة، املانا بهذه القوة، املانا بالفرح، املانا أيضا محبة الآخرين، عشان نعطي لك المجد في حياتنا دائما. أشكرك أهون السماء لأنك تسمع واستجب ولك كل المجد. آمين. Thank you.